يوم يوم فرح وسعاده مليون مبروك لمنتخبنا الوطني الصعود لكاس الامم الافريقيه 2025 اربع انتصارات متتاليه رقم تاريخي ما تحققش من ساعه ما النظام الجديد لتصفيات كاس الامم الافريقيه بقى مجموعات من 92 من 92 32 سنه أول مرة منتخبنا يفوز في أربع مباريات متتالية ويصعد لكأس الأمم الأفريقية قبل نهاية التصفيات بمباراتين بسهولة ويسر دون أن يدخل مرماك أي هدف. منتخب أصبح مرة أخرى واحد من أهم كبار القارة الأفريقية. أيوة كده يا جماعة. أيوة كده دي المكانة الطبيعية والمنطقية لمنتخب مصر. الشكل حلو. والهدف النهارده عظيم ورائع ابراهيم عادل سجل الجول يا سلام خمسة 85 من قبل نص الملعب ضحك على الحارس شافه متقدم من فوقيه يا عيني الحارس يا دوبك لمس الكوره ودخلت الشباك بنكسب مباراتين بره ارضنا بنكسب مبارتين على ارضنا والحاله حلوه والحاله كلها حلوه جهاز فني محترم بقيادة الكابتن حسام حسن والله حاجة تفرح والله حاجة تسعد والله يعني لينا الشرف ان الكابتن حسام مدرب منتخب مصر هو والكابتن ابراهيم وباقي الجهاز المعاون زي ما هم ليهم الشرف الكبير ان هم يقودوا منتخب مصر حسام حسن ياخد حقه بقى يا جماعه شويه وبعدين الناس اللي دمها تقيل انا بحاول اختار الالفاظ الناس اللي دمها تقيل لا بس لا كنا بنلعب منتخبات سهلة وبسيطة مش ما احنا كنا بنخسر من المنتخبات السهلة احنا كنا بنخسر من المنتخبات السهلة بعد 2010 احنا قعدنا سنين بنخسر من منتخبات سهلة وما بنصعدش كاس الأمم الأفريقية احنا ناميبيا وليبيريا وزامبيا وكل المنتخبات الصغيرة ديت ياما ضيعت علينا مشاركات وكاس أفريقيا وكاس عالم وحكاية ليه التقليل من المجهود اللي اتعمل؟ احنا النهارده كنا بنلعب مباراه صعبه جدا. منتخب موريتانيا منتخب محترم جدا وعلى ملعبه صعب جدا ووسط جماهيره صعب جدا وضيف على ده صناعي وكل حاجه صعبه وعندك غيابات وصلاح مش موجود ومصطفى محمد مش موجود ورغم كده بتقدر تكسب. هقول لك حاجه وامري لله. انا اهو وانا هقولك القصه دي عشان بعد كده هقولك على حاجه مهمه جدا انا من الناس اللي كنت شايف دايما وابدا ان منتخب مصر محتاج مدرب اجنبي انا مش مع الناس اللي كانوا بيقولوا لازم مدرب وطني لا انا شايف ان المدرب الاجنبي آه افيد لمنتخب مصر بس حسام حسن ده اسطوره والراجل ادى بنجاح مش بس كده ده انا حسيت ان انا كنت غلطان هو انت كنت عايز يا كريم ليه مدرب اجنبي وفي حسام حسن الراجل على مستوى الروح والحماس دي كده كده باي ديفولت يعني موجوده في الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن بقى عادي يحطها على جنب بس التطور الفني والخبرات الفنيه بقت كبيره وضخمه عند الكابتن حسام حسن هتقول لي ازاي على مستوى التشكيل على مستوى طرق اللعب على مستوى التنوع في طرق اللعب على مستوى اداره التسعين 90 دقيقه على مستوى التغييرات كل ده يقول لك ان انت قدام مدرب ناجح جدا